يعد مشروع توشكى المشروع الأهم ضمن مشروعات مصر الزراعية القومية بما يضيفه للاقتصاد من منتجات زراعية واستراتيجية. وازداد حجم الاستصلاح بمشروع توشكى بمعدل 150 ألف فدان سنويا، حيث يستهدف الوصول إلى 4 ملايين فدان توفر العديد من المحاصيل الزراعية. ها هو يحصد ثمار تعبه. 5 سنوات مرت كان فيهم ناصر صاحب 31 عاما شاهدا على تحول هذه الأرض من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية. عشت يعني خدت اللي 8 سنين في مصر شغال وكده، بقيت أروح وأجي، بس الشغلانة دي جاتني في 2019 ونزلت فيها، والحياة يعني بقت تمشي معانا تمام. هنا زي ما كانت الأرض صعبة كانت الحياة صعبة، وكل ما الأرض بتبقى فيها خير تبقى الحياة أسهل وشوية والدنيا بتبقى معانا تمام. الفرق بين دلوقتي وبين أول زيارة لسيادة الرئيس هنا، كانت النخلة دي عبارة عن 3 ورقات من دولة. شوف الفرق، يعني كانت 3 ورقات من دولة، دلوقتي ما شاء الله النخلة دي أول أو تاني طرح ليها. فقد أصبح مشروع توشكى بالنسبة لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تأخذهم بعيدا عن أحضان أهلهم وبلدهم. شغالين بنجمع البلح وبنفرز فرز أول، بعد كده البلح ده بيخش على فرز تاني بقى في المخازن. أنا ببلدي شغال، الأول كنت بسافر 17 ساعة و20 ساعة، لكن هنا بلدي دي 4 ساعات بكون هنا وفي شغلي. ما توقعناش ان تجيب الانتاج ده كله النخل، والطرح جانا بدري والتلقاح بدري والموسم ما شاء الله يعني، والارض دي ارض خير والحمد لله. مشروع توشكى عاد الى النور بما يقرب من 500 الف فدان من المنتجات الزراعيه مثل التمور المصريه والعربيه التي يصل عدد اصنافها الى 40 صنفا مختلف، بالاضافه للمحاصيل الاستراتيجيه كالقمح وقصب السكر، فضلا عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد كالشيري والأوستن والكنت. الاصناف دي بتمتاز ان هي عندنا في ارض توشكى بتيجي في ميعاد مبكر، فبالنسبه لنا احنا التسويق بتاعها بيكون احسن ان شاء الله تعالى. متوقعين ان احنا في السنين اللي جايه هنزيد من المساحه المزروعه دي سواء في النخل او دخل الصوب. الانتاجيه المتوقعه للفدان الواحد ما بتقلش عن 6 ل 8 طن بمواصفات ثمره ممتازه للتصدير او للتسويق المحلي. لي 5 سنين يا فندم شغالين، فالليمون ده شغالين فيه اللي هو ليمون ده، انا بضبط الليمون واللي هو اعمل شاشه من على الشجر في الارض وبحطه في برانيك وبعود يجي على المفرش وبعد كده بيتباع لبون مجفف. ولا يكتمل العمل بدون رقابة صحية زراعية، بالإضافة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية للرعاية للخروج بأفضل النتائج ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد. يقوم أحد الباحثين بزيارة ميدانية كل شهر للتعرف على حالة المزرعة وإعطاء التوصيات اللازمة، كل حسب تخصصه. تحت توجيهات السيد الرئيس ان احنا نحول المنظومه، كل المنظومات الورقيه لمنظومات الكترونيه تحول رقمي. انا كل اللي كنت بسجله زمان في دفاتر، دفتر يضيع، يتقطع، يحصل لي يقع عليه ميه، اي حاجه، احنا دلوقتي في مزرعه ممكن الورقه تضيع تتقطع، انما دلوقتي كل البيانات اللي انا محتاجها موجوده معايا هنا على الابلكيشن بتاع المزرعه. انا دلوقتي اي عمليه تمت طبعا بسجلها على السيستم، طبعا كله بيتقري هنا على الQR كود اللي انا معايا. الQ R كود زي الري، تسميد، رش، لا قدر الله حصل اي امراض. ولم يكن مشروع توشكى ليقوم من جديد لولا سواعد مصريين عزموا على شق الصخر وحفر الارض ليخرج لنا من وسط الصحراء شريان جديد للحياه، مياه تجري وتسير داخل ترع جديدة مبطنة بفعل محطات للكهرباء والمياه وطلمبات للرفع والضخ. هذا المشروع هو المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي. احنا دي المرحلة الثالثة بتهدف لاستصلاح 100 ألف فدان. احنا قائمين بأعمال البنية التحتية وتوصيل المياه لهذه 100 ألف فدان. دي ثالث مرحلة فيها، قمنا قبل كده بتسليم 200 ألف فدان السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وهم مزروعين فعلا. وأصعب مشكلة بتقابلنا هنا هي التحديات اللوجستية كنقل وخامات، فاحنا الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع ده بان احنا ننشئ محطات خرسانه موجوده في الموقع ومصنع طوب، المصنع اللي بيصنع مواسير موجود في الموقع، وطبعا برضو بالنسبه للعماله او المان باور اللي موجود في الموقع. المنطقه طبعا منطقه نائيه ومفيش فابتدينا كتوجه شركة إن احنا نجيب عمالة من الصعيد أو من أسوان، مدينة أبو سمبل، المناطق المجاورة للمشروع. وتأتي مشروعات التنمية الزراعية في إطار استراتيجية الدولة للتوسع الأفقي، وازدادت نسبة الإصلاح بمشروع توشكى بمعدل 150 ألف فدان سنويا، حيث تستهدف الوصول ل4 ملايين فدان من المحاصيل الزراعية والأساسية من الحبوب كالقمح والذرة، وزيادة حجم الرقعة المزروعة إلى 25% على مستوى الجمهورية، بما يترتب عليها من آثار اقتصادية وديمغرافية واجتماعية. مجهودات إحياء مشروع توشكى عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يعد واحدا من المشروعات الهامة في استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لسد الاحتياجات وتوفير الاستيراد وفتح آفاق تصديرية جديدة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.